بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك أي شجرة أي نوع أي عمر مهما كانت، إزاي نعمل لها إكسار بطريقة في منتهى السهولة، طريقة مضمونة 100% وطريقة سهلة وممكن أي حد مبتدئ يجربها ومفيهاش أي خطورة على الأشجار نهائي. التجربة بتاعت النهاردة إن شاء الله هتكون على شجرة التين، لكن أنت ممكن تعملها على أي شجرة عندك فيها مجموعة من الأغصان. تختار أي غصن عندك وتبتدي إنك أنت تعمل عليه نفس الخطوات. خليك معايا في الخطوات، في بعض الخطوات يعني دقيقة شوية وفنية تحتاج إلى تركيز، فخلينا واحدة واحدة نمشي مع بعضينا ونبتدي إن شاء الله. هنستخدم قنينة بلاستيك زي ما حضراتكم شايفين، طبعا دي متوفرة في كل مكان وسهلة جدا. هنبتدي ان احنا نقطع الجزء السفلي بتاعها ونعمل له ازالة خالص. هنعمل فتحات تصريف في الازازة من تحت زي ما انتم شايفين. طبعا فتحات التصريف دي هتكون مهمة جدا، لان من غيرها طبعا هتحصل تعفن في التربة والجذور محتمل كبير ان هي ما تطلعش، وحتى لو طلعت ممكن تموت على طول، فعشان كده لازم نعمل فتحات تصريف مهمة جدا. وكمان لان احنا هنعمل ري للغصن اللي احنا هنشتغل عليه، وانا اخترت الطريقة دي بالذات عشان تتناسب مع كل الاشجار. يعني في اشجار ممكن تاخد شهرين 3 شهور عشان تطلع جذور، تبقى صعبة في عملية اخراج الجذور، عشان كده ان احنا عملنا القنينة دي عشان نروي براحتنا، حتى لو اتأخرنا مفيش اي مشكلة خالص. الفتحتين اللي احنا عملناهم من فوق دول مهمين جدا، هتشوف دلوقتي فايدتهم. هنروح على شجرة التين ونبتدي ان احنا نشيل جزء من اللحاء الخارجي ونشيل كمان مع جزء من الخشب من الداخل. تمام، طبعا انت هتعملها على اي شجر عندك مهما كان يعني سمك الغصن. هتحاول انك انت تختار برضو قنينة تتناسب مع الغصن، يعني كل ما الغصن يكون كبير تختار قنينة كبيرة عشان الجذور لما تطلع ان شاء الله يعني تلاقي مكان تنتشر فيه بشكل الأسهل. ونحاول بقدر الامكان ان احنا نختار التوقيت المناسب مع كل نوع من انواع الاشجار. فطبعا انا مش هقدر اذكر لك كل انواع الاشجار بالتوقيت المناسب، بس حضرتك ممكن تكتب لي في التعليقات وانا احاول ان ارد عليك ان شاء الله. التربة اللي احنا هنستخدمها يفضل تكون تربة خفيفة زي ما حضراتكم شايفين، يعني لو في عندك بطمس، البطمس هيعمل عملية تسريع في اخراج الجذور بشكل كويس جدا، بس انا بستخدم تربة عادية لان انا ما عنديش بطمس. مش هنستخدم كمان هرمون تجذير مع اشجار التين، لان اشجار التين يعني الجذور تطلع فيها بشكل سريع. هنبلل التربة علشان لو في اي هواء في القنين يطلع بشكل كويس. اول مره زي ما انتم شايفين هنبتدي ان احنا نرويها ري غزير عشان لو في اي هواء يطلع، عشان هنفضل فتره طويله ان شاء الله مش هنروي التربه تاني لحد لما تجف جفاف تام بشكل نهائي. لو الغصن عندك معرض لاشعه الشمس مفيش مشكله انك انت تغطيه بكيس اسود زي ما حضرتك شايف، علشان خاطر نحافظ على الرطوبه داخل القنينه، علشان كتر الري هياخر عمليه اخراج الجذور. ودي يعتبر اول مره هنوري فيها بعد مرور 10 ايام. طبعا موضوع الري موضوع مهم جدا، بيتوقف عليه نجاح او فشل عمليه التجذير. لازم نروي لما التربه تجف بشكل نهائي، وبعدين عمليه الري هتكون بشكل خفيف لان مفيش جذور عشان احنا نرويها، احنا بنحاول نرطب التربه فقط لا غير. يعني دي مش شجره مزروعه في الارض المستديمه، هي مفيهاش جذور، لسه ما طلعتش جذور، عشان كده ان احنا لازم نرطب التربه بشكل خفيف. وبعد مرور 22 يوم طبعا في خلال الفترة اللي فاتت او في خلال اي فترة ممكن تفتح الكيس طبعا وتشوف اذا كانت محتاجة ري او مش محتاجة ري، وتتابعها بشكل مستمر. زي ما اتكلمنا وقلنا اي نوع من انواع الاشجار ان شاء الله طريقة مضمونة وناجحة 100%. في المرحلة دي طبعا بدأت تظهر الجذور زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انت القنينة لو كانت شفافة عندك هتظهر فيها بشكل كويس جدا. في المرحلة دي هنبتدي ان احنا نخف الري بشكل نهائي. كل ما نعطش الجذور، الجذور هتبتدي ان هي تنتشر بشكل اسرع عشان تبحث عن المية، لكن احنا لو وفرنا لهم مية كتير هتتأخر في عملية اخراج الجذور. يبقى لازم الري يكون زي ما اتكلمنا في الاول، يبقى لازم الري يكون ترطيب فقط لا غير عشان الجذور تطلع بشكل اسرع، ودي نقطة مهمة جدا.
وهنا في نقطة مهمة جدا أنا نسيت ما أقولها في الأول، لما عملنا إزالة للحاء الخارجي للغصن حاولنا إن احنا نسيب برعومين أو ثلاث براعم قريبين من اللحاء علشان لما نقص الغصن يبقى هم الشجرة الرئيسية إن شاء الله اللي هتبدأ تفرعوا وهيبقوا الشجرة فيما بعد. لازم نختار براعم تكون قريبة من اللحاء اللي احنا عملنا له إزالة علشان هي اللي هتكبر وتبتدي تثمر معانا إن شاء الله، علشان في أغصان ممكن ما تطلعش براعم، علشان كده إن احنا لازم نكون ضامنين من الأول إن الغصن اللي احنا عملنا عليه الترقيد فيه براعم إن شاء الله جاهزة. وبعدين موضوع الجذور مش هو العامل الأساسي في نجاح عملية الترقيد، كمان لازم يبقى فيه توازن ما بين الجذور وما بين النمو الخضر. يعني الغصن ده كله لو احنا خدناه الجذور ما عندهاش القدرة ان هي توفر له كل الغذاء الكامل، فعلشان كده ان احنا هنقصه ونكتفي ان احنا ناخد البراعم الصغيرين عشان يبقى فيه توازن ما بين الجذور وما بين النمو الخضري. وانا هنا حابب ان انا اشوف الجذور شكلها عامل ازاي وكميه الجذور، لكن حضرتك ما تعملش كده، احنا بنقدم محتوى تعليمي الغرض منه التعليم ليس اكتر. انا مش محتاج شجره التين بس انا عاملها علشان خاطر التجربه فقط لا غير، لكن المفروض حضرتك القنينه تحطها على طول في التربه بشكل مباشر، لكن انا هفتحها علشان اشوف شكل الجذور عامل ازاي. المرحلة اللي بعد كده على طول هنبتدي ان احنا نقص الغصن من عند اللحاء اللي احنا عملنا له ازالة ونبتدي نشيله، وكده اصبح عندنا شجرة ان شاء الله هتثمر معانا بشكل مباشر. الشجرة دي مش محتاجة تطعيم على حسب نوع الشجرة اللي عندك، يعني مش محتاجة تطعيم، هتديك نفس الصنف الشجرة اللي موجودة عندك، نفس الثمار، نفس الجودة بتاعتها، نفس كل حاجة. وزي ما حضراتكم شايفين احنا كده حصلنا على شجرة من نفس الشجرة اللي عندنا ان شاء الله. كل احنا محتاجينه في المرحلة دي ان احنا نخف كمان الاغصان شوية، يعني احنا محتاجين غصنين بس مش اكتر من كده، وهنشيل الباقي عشان ما نحملش على الجذور، عشان الجذور تاخد فرصتها بشكل كويس ان هي تنمو كمان بشكل اكبر. هنشيل الافرع اللي هي الكبيرة ونسيب الافرع او الاغصان الصغيرة. احب افكرك انك انت ما تحاولش انك انت تكشف الجذور وتعرضها للهواء وتعرضها للضوء، لان احتمال كبير لو انت في التوقيت غير مناسب الشجرة تموت وما تكملش معانا، فلازم انك انت ما تفكش القنينة غير على التربة بشكل مباشر. خطوات بسيطة لكنها في نفس الوقت مهمة جدا. زي ما انتم شايفين احنا خلينا الشجرة على غصنين فقط لا غير، هنبتدي ان احنا نزرعها دلوقتي. بعد الزراعة على طول هنحاول كمان ان احنا ننتظم في عملية الري بشكل كويس، يعني ما نرويش ري عميق، بنحاول ان احنا ما نعطش الشجرة، وكمان ما نحطهاش تحت اشعة الشمس بشكل مباشر، لان طبعا لسه هي تعتبر في مرحلة مهمة جدا، لان المرحلة دي تعتبر يعني اصعب من مرحلة اخراج الجذور. ولو في هواء عندك او في رياح ممكن نغطيها بكيس بلاستيك لحد ما تبتدي ان هي الجذور تنتشر بشكل كويس في التربة وتبتدي تكبر معانا ان شاء الله. ولو حصل فيها صدمة من النقل ما تقلقش، خليك منتظم في عملية الري، ان شاء الله هترجع تاني وهتنمو بشكل كويس. اتمنى يكون موضوع النهارده فات حضراتكم، يا ريت تكتب لي في التعليقات نوع الاشجار الموجوده عندك، واشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.